وكل يوم أصوات حلوة وكل يوم ناس حلوة وشباب حلو في كل المجالات، ناس عندها موهبة وحريصة أنها تفضل موجودة فيها سنها صغير أو كبير. النهاردة معانا كريم من كلية تجارة، مش كده يا كريم؟ تمام. ومطرب وفي جامعة حلوان وفي منتخب القاهرة اللي بيتبع وزارة الشباب والرياضة، المنتخب الفني بقى للقاهرة، وعنده أنشطة فنية كتيرة وحاجات حلوة كتير هو وكل الشباب اللي معاه. النهاردة كريم معانا نموذج جميل جدا. صباح الفل كريم محمد محمود، كلية تجارة جامعة حلوان. صباح الفل. صباح النور كريم. كلمني بقى عن موهبتك الفنية، صوتك الحلو وبعدين عندك بحة مميزة كده في صوتك. ربنا يبارك لك. كلمني عن فكرة دخولك للمجال الفني. حضرتك، هو الموضوع كنت مثلا ابتديت اغني وسط زمايلي، ابتديت اعرف ان انا صوتي حلو من وانا صغير. الموضوع بدأ لما انا ابتديت اخش بقى في فرق، ابتديت اخد خبرة منهم اكتر تبع وزارة الشباب والرياضة او خارجها. الموضوع ابتدى ياخد معايا شكل تاني طبعا بالممارسة مع بقية الفرق. دخلت منتخب القاهرة وابتديت ان شاء يعني الحمد لله نعمل حاجات في الفترة دي. يعني بتغنوا كورال فريق ولا كورال سولو؟ وبنغني سولوهات، بيبقى في حاجات كتير قوي كلنا بنغنيها سولوهات. طب نسمع سولو بقى كده، تسمعنا ايه؟ ممكن اغني حضرتك بتاع ننسى من الحمبركات. يلا بينا. ماشي. تعال ننسى أيام اللي راح، أيام العذاب المر وسنين اللي ضاعت. تعال ننسى أيام اللي راحت، أيام العذاب المر وسنين اللي ضاعت. تعال ننسى يا قلبي بعد ليل الغرب، صعب الفرقة صعبي ما إلها أمان. تعال ننسى يا روحي يا عايش بروحي، جروحك وجروحي يشفيها النسيان. تعال ننسى يا روحي يا عايش بروحي، جروحك وجروحي يشفيها النسيان. تعال ننسى يا عيني لون الدمع بعيني، ما بينك وبيني أقوى من الزمان. تعال ننسى يا عيني لون الدمع بعيني، ما بينك وبيني أقوى من الزمان، أقوى من الزمان، أقوى من الزمان. تعال ننسى. صوتك فيه زي ما قلت لك بحة كده مميزة، ربنا يخليكي. وخامة حلوة. ربنا يخلي حضرتك. قولي، احنا عندنا في مصر كتير شباب عندهم أصواتهم حلوة، تمام. المفروض لو مثلا حد عايز ينمي الموهبة بتاعته، الخطوات اللي انت بدأت فيها ومشيت فيها كانت ايه؟ حضرتك، أنا بدأت الأول حاجات تبع مراكز الشباب، علشان دي حاجات بتبتدي مثلا تنمي أكتر تبع وزارة الشباب والرياضة وكده. بيبقى فيه تدريبات مثلا، حاجات ده كده. حقيقي، ده بيحصل في وزارة الشباب والرياضة، حاجات زي كده بتحصل يعني. غير بقى حضرتك الممارسة مع حضرتك، أنت ممكن مثلا بتنتمي لأي فرقة تانية، تبتدي تتعرف على فرقة تانية، على بتوع مزيكا، تبتدي تتمرس الموضوع أكتر مع ناس فنانين أكبر، بتبتدي تستفيد منهم.
بشكل كبير. يعني انت اللي لازم حضرتك تبقي واقفه جنب نفسك، عشان المجال دوت لازم انت اللي تعمل نفسك. بس احنا عندنا ثقافة كده يا كريم ان ده هيغني لا 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 ما ينفعش، وبعدين هينشغل عن دراسته ومش هيذاكر ومش هينجح، او بمعنى صح بقى مصطلح الام المصرية انت مش هتفلح لو غنيت. فالاهل المفروض يعملوا ايه لو ابنهم عنده موهبة وحابب برضو ينميها؟ تمام. حضرتك انت كل حضرتك بتقولي ده صح جدا، بس حضرتك في فرق بين اللي عاوز يكون الاثنين، مثلا عاوز يكمل تعليمه زي ما هو، وعاوز يبقى مثلا في مجال الفن وما يقدرش ايه يعني ما يجيش على حساب حاجه. فدي حاجه بتختلف من شخص لشخص. يعني قدرات بقى. طبعا قدرات، بتقدر توفق ما بين جامعتك وبروفاتك، تقدرش توفق بين شغلك وبروفاتك والجامعه، حاجات كتير قوي بيحصل معايا. بس اللي بيبقى عاوز بيوصل، يعني بيعمل. انا بحب بقى الجمله دي، اللي عايز بيوصل. كل الناس اللي بتيجي معانا، النماذج اللي ناجحه في مشروعات صغيره، والنماذج اللي ناجحه في موهبه، والناس النموذج اللي كان معانا طالب ثانوي اللي بيدرس دراسه هندسه وبيصنع حاجات، كل نموذج هتلاقوه بيعدي معانا في حاجه حلوه. النهارده كريم هو في كليه تجاره، لكن هو صوته حلو، ماشي في الموضوع بشكل رسمي ومنظم جدا، وزاره الشباب والرياضه وتدريبات، وفي نفس الوقت ملتزم بدراسته. نحاول نستفيد من الناس دي. انا مبسوطه بوجودك يا كريم، ربنا يبارك ونورتني. وطبعا انا بشكرك كريم محمد محمود، طالب في كليه تجاره في جامعه حلوان، نورتني وشكرا جزيلا. شكرا. ان شاء الله بقى اقابلك وانت مطرب كبير كده، ونسجل معاك كده باذن الله ونتشرف بإذن بيك. بشكر كمان متابعي ومشاهدي قناة دريم، كنا معاكم في صباح دريم من الساعة 9 ولحد الساعة 11:30، وإن شاء الله نسيب حضراتكم ونتقابل بكرة على خير في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. وأسيبكم بقى تسمعوا كريم. نختم بإيه بقى يا كريم؟ ممكن نختم ب كلموني بتاعت أم كلثوم. الله، يلا بينا. تمام. كلموني تاني عنك، فكروني كلموني تاني عنك، فكروني صح نار الشوق في قلبي وبعيوني، رجعوني الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبساوته. وافتكرت فرح وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى. بعد ما قلبي قدر ينساك ويقسى. بعد ما صدقت اني قدرت انسى. بعد ما قلبي قدر ينساك ويقسى. جم بهمسة وفكروني كانوا ليه 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 ليه، بيفكروني بيفكروا.